بالنسبة للأيام القليلة المقبلة بحول الله سنسجل عودة الاستقرار من جديد، لكن ضباب سيشمل كل السواحل والمرتفعات الداخلية. الرؤية تكون ضعيفة خلال الصباح الباكر، يجب أخذ الحيطة والحذر. سحب عابرة بالنسبة لشمال أو منطقة الواحات لغاية الجنوب الشرقي وأقصى الجنوب. يوم السبت بإذن الله تحسن نوعا ما في بالنسبة لمنطقة الواحات، بينما يوم الأحد التحسن سيكون كلي نحو منطقة الواحات، دائما مع استقرار في الوضعية الجوية.